كم تقدرين تقولين اسم انسان انت بحرف اللام؟ اللام؟ اي ثلاثة. فرح كم؟ يا أربعة يا من سحبة؟ أربعة. أربعة. ثريا من سحبة؟ تمام. يلا فرح عندك انسحب. أنت تقدر تزودين على فرح؟ لا. ثلاثة أربعة فرح. أجل خلاص عندك فرح. إنسان أنت بحرف اللام. نوال. يلا قلتي أربعة. ها؟ دلال. ها يلا باقي لك اسمين بس. قلتي اثنين باقي اثنين. ها ها نيال. ايش نيال؟ نيال وشي؟ لا ما في. اسم كويتي؟ لا ما في. اعد للخمسة. واحد نوال. قلتي نوال. قلتي دلال. واحد اثنين ثلاث. ها اربع خمس. انهزمت فرح. اطلعي برا. يلا بين الما وثريا نشوف من اللي تفوز. اسم انسان ينتهي بحرف الباء. كم اسم تقدرين تقولين؟ اثنين. من سحبة؟ اعطيني اسمين. يا تفوزين علي يا تفوز علي. نهايه حرف الباء صح؟ اي انسان ينتهي بحرف الباء. ها ها انسان ينتهي بحرف الباء سهل مره. واحد بعد الخمسه. اذا ما جاوبتي تفوز ثريا. اثنين دولاب. انسان دولاب. لا لا. ثلاث. ها كوب. شلون؟ اربع. بعدك اسم واحد. بعدك اسم واحد. تساعدت. يلا ساعدي. تبين تساعدينك؟ تبين تساعدينك كيف؟ يعقوب. يعقوب. قالت يعقوب. بقلت اسم انت تساعد. بقلت واحد بسرعة. انت قلت اربع خمس. مبروك ثريا ما فازت. خلاص ثريا والله انك ذكيه بانسحابك بطله. سؤال ليش تشاركن باسماء العدد يعني وانت ما تعرفين ليش؟ يعني تقولين عدد اسماء اكثر. ما جاوبتن. ليش تشاركن؟ هاي ثريا ما شاء الله ذكيه انسحبت وفازت عليك. يلا هارد لك مره ثانيه ان شاء الله.